لم يجعل هذا موان تدعى من واحد على الأرض لعلاج الناس. مع صفاء الأيام نعرف جادتنا ونتكتوا عليها أمشي على الأرض ما تمشيش الأيام ما رأت الأجاج المشي. العاصفة ولعهد دبي قدم عجائب وعجائب الدنيا سبع فزاع ثامنها حمدان تاسعها حمدان العجب حمدان الذهب شبلي فارس العرب فارس الذهب الألقاب الألقاب تعرف مقرها حمدان الزمان والإعجاب حمدان أتعبت الجميع أتعبت التاريخ يا بطل التاريخ ماذا أنت فاعل فالداعي فالداعي ذهب لا يليق إلا للذهب أهني سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على انتزاع بطله بطل الفرسان ولي عهد دبي حمدان العجائب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في آخر منافسات سن الصغار في سن الإيذاء، أهلا بكم مع الرموز التي سنراها تجول هنا في ميدان المرموم في هذا المساء، وسنرى التوقيتات والإثارة وسنرى كذلك التحدي الكبير ما بين هذه الهجنة السبق. أهلا بكم في مهرجان صاحب المكارم والأيادي البيضاء سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. هذا المهرجان الذي منذ انطلاقتها الأولى قبل 4 سنوات وهو يسجل الأحداث والتوقيتات ويسجل حضور الهجنة السبق التي تأتي للمشاركة إلى هنا ومن ثم تنتقل ملكياتها لنراها تنتزع الرموز مع الشعارات والمؤسسات العملاقة. هاي مدمنين ركض لو تطلع برا بتشوف أمة محمد برا بشرة بشرة أول الأشواط الصباحية تمشي على ميرة الله يقول الله طول عمره ولو بنتكلم فيه ما نتكلم ما نوفيه. إذا باروتا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام تظهر بأول أشواط المهجنات والله إن شاء الله مشاركين في الأشواط الأولي إن شاء الله تتشرفنا. ناموس لمفتاح بن علي بن محمد بن خفين النعيمي على فوز المارد تهانينا وناموس عبيد بن حامد بن خليفة الطنيجي على هذا الفوز وعلى هذا الناموس الجميل. الفترة الصباحية كانت حاضرة بكل قوة، شهدنا منافسات مثيرة، الفترة المسائية ستكون انعكاس كذلك لما حدث وجرى صباحا، ولكن قبل ذلك دعونا نرحب بمحللين الأفاضل في هذا الاستديو وفي برنامج الأصايل، وسنتحدث عن أبرز مجريات الفترة الصباحية وترشيحات الفترة المسائية. هناك أسماء ستغيب وتم انسحابها من الأشواط الرئيسية وهناك أسماء ستكون حاضرة بقوة، كل ذلك سنتعرف عليه في الأصايل. رمسك بالخير علي بسالم ابو داود. يا مرحبا ابو خليفه، مسي عليك ومسي على ابو سلام وعلى ابو محمد وعلى جميع متابعينا عبر قناه دبي ريسنج. رامس محمد العامري مساء الخير. مسي عليك بالخير يا ابو خليفه وعلى مسي على اخواني المشاهدين خلف الشاشات وعلى اخواني المحللين، وان شاء الله نقدم شيء طيب يليق بالبرنامج وصاحب هالحفل المميز. خلاف ساري بالبلوش بسلامه مساء الخير. مرحبا مرحبا يا ابو خليفه، مسي عليك ومسي على أخوان المحللين أبو محمد وأبو سالم وعلى متابعينا أمام الشاشات جمهور أهل الهجن، نقولهم اربطوا الأحزمة في سن الإيذاع في سن المنافسات في أشواط الرموز. نعم أبو سالم، الفترة الصباحية كانت مثيرة وكانت رائعة إذا ما تابعنا الأسماء بشكل عام، لكن الانطباع العام عن الفترة الصباحية كيف كانت؟ والله الفترة الصباحية كانت فترة متميزة، بدينا بأشواط الانتاج والمنتجين الهن 12 شوط،
يمكن ضربة البداية كانت مع مبشرة الكردوس بن محمد بن سالم العامري، قطعة مسافة 9 دقائق و2 ثانية. أول هذه النواميس تذهب إلى أهالي زاخر وإلى ميدان سيح صبرة. أيضا الشوط الأول المهجنات يذهب إلى الشبل سالم بن دري الفلاحي باروته صاحبة الشوط الأول في ميدان الوثبة في مهرجان جائزة زايد الكبرى. يمكن أبرز اللي دار في هذه الأشواط أبو خليفة الشوط العاشر اللي هو كسر حاجز 9 مع بكرة بالغافرية اللي هي الشبلة الجمعة بن راهد بن سعيد بالغافرية. أفضل توقيت في الانتاج. نعم في الشوط العاشر. فترة كامل أتى في الانتاج. 8:59 هذا أبرز ما دار في الفترة المسائية بما يعطي إيحاء أن الفترة المسائية راح يكون فيها أتيام في سرعة في تألق. نتمنى أن نرى ذلك قبل الانطلاقة أو قبل الانتقال للفترة المسائية. مشاهدينا الكرام دعونا نرى أبرز التصريحات قبل انطلاقة الفترة الصباحية في هذا الصباح هنا في الميدان الذكي ميدان المرموم، ومن ثم نعود لنتحدث بشكل موجز عن ما حدث في الفترة الصباحية. كل شيء على ما يرام. الله يقول الله طول عمره، ولو بنتكلم فيه ما نتكلم ما نوفيه حق. والله إن شاء الله مشاركين إحنا الشوط الأولي، وشاركنا بعد في الأيام اللي طافن. الحمد لله نافس الحلال. الأول الحوز العين ما شيء. هاي مدمنين ركب. مشاركة تشرفنا. مشاركة تولي العهد تشرفنا. الله ما كان الحمد ومدى ما تشوف. الناس اللي تطلع برا بتشوف أمة محمد وبطل عمر كاظ كيف؟ حفزان لا ما حد حفزان اللي يركض فيه ولي العهد ما حد حفزان. وسلام. الفترة الصباحية كانت فترة مميزة. نحن دائما نقول هاي القاعدة أتوقع أنها قاعدة صحيحة وسليمة، أن الفترة الصباحية تكون انعكاس للفترة المسائية. صحيح أبو خليفة، أنت تتكلم عن قبلة الحلال المطية يوم يكون الشعار داخل في الفورمة ومؤدي الأداء اللي يريحك أنت كمالك لهذا الشعار. أكيد أنت ما سجلت المطايا في الفترة المسائية إلا وأنت عارف أن المطايا هذه مستواها وماضيها المشرف، فبالتالي أنت تدخل الأشواط المسائية وعندك نوعا ما اطمئنان على مستوى الحلال إذا ما أدى في الفترة الصباحية. ودائما نحن الحقيقة نهني بن كردوس عائلة بن كردوس كافة على انتزاع أول أشواط الفترة الصباحية بتيم مميز، ودائما معودنا هذا الشعار على الحضور والبروز في مثل هذه المهرجانات، وكذلك التهنية موصولة إلى رعي باروته الشبل سالم بن دري الفلاحي نهنيه. وكذلك بعد لو أظني في الشوط الأخير أو قبل الأخير عنده قعود تعثر لون كسر، نحن نعم السهيل إن شاء الله نقول له الله يعوضك إن شاء الله في أمهاته. المارد اللي في الفترة الشوط الثالث مفتاح علي بن محمد بن غفين النعيمي نهنيه كذلك بانتزاع أول أشواط القعدان المحليات وتسجيله التيم المميز 9:07، وكذلك الشوط الرابع إرسال العبيد بن حامد بن خليفة الطنيجي نهنيه ونقول له بيض الله وجهك على هذا التحضير، وسجل تيم مميز كذلك 9:03 نهنيهم بالناموس ونقولهم بيض الله ويوكم على هذا التحضير، ونهني كل الفائزين في الفترة الصباحية ونقول إن شاء الله الفترة المسائية
لأصحاب الرموز والمسجلين في أشواط السيارات، يعلف لكم إن شاء الله التوفيق. نتمنى لهم دائما دائما نحن نقولها، نتمنى لكم التوفيق. نذهب إلى تقرير الفترة الصباحية، أبرز ما حدث في أشواط الإنتاج وكذلك في الأشواط المفتوحة، 20 شوط 12 إنتاج، وما تبقى كذلك 8 أشواط كانت مخصصة للأشواط المفتوحة. نتابع التقرير. اجتمع اليوم أبناء القبائل مرة أخرى للمنافسة على أشواط الإذاع في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن. 20 شوطا شهدت الفترة الصباحية، أقيمت منافساتها على مسافة 6 كيلومترات. الشوط الأول للأبكار المحليات إنتاج، تمكنت مبشرة لكردوس بن محمد العامري من إرسال البشرة لمالكها وأهدته أول نواميس اليوم بعد أن قطعت المسافة ب9 دقائق و2 ثانيتين. بشرت مبشرة أول الأشواط الصباحية، حملت البشاير لكردوس بن محمد بن سالم العامري. جود مورنينج على هذا الفوز. والله هداها طول عمرك مثل ما شفته، طيب والتوفيق الحمد لله بيد الله سبحانه وتعالى، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق. والله طول عمرك اللي يقولك يتوقع التوقعات صعب، لكن المؤشرات موجودة، والبكرة طول عمرك صعبة، حقة ما اشتركت عندنا والقية ما اشتركت عندنا، والسنة طول عمرك هذه تعتبر أول بدايات اشتركاتها. والله بكرة ما كلمناها نحن لين تعدت طول عمرك لوحة 500 متر 400 متر، عقب أيك ساعة طول عمرك صدمنا عليها الأوام. ثلاثة طول عمرك أبوها ولد صوغان، وما طول عمرك بنت شاهين إنتاج عزبتنا. سلامات طول عمرك للوالد محمد وسالم بن كردوس ومنطقة الخالدية في العين. الشوط الثاني للإبكار المهجنات إنتاج، كان النصر حليفة سالم بن أحمد بن محمد الفلاحي عن طريق باروتة التي وصلت أولا بزمن وقدره 9 دقائق. إذن باروتة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام تظهر بأول أشواط المهجنات، تهانينا هو الناموس على هذا الفوز. والله طيبة ما شاء الله بكرة اليوم مفاضها طيب، وفرحتنا وما قصرت. والله سابقة مرتين السنة، وسابقة في جاز زاد الكبرى، واليوم بعد سنة لها أبوها السليماني وأمها بنت باروتة. الحمد لله الحمد لله، هاي توافيق من الله الحمد لله، ودعم من الوارد بالإنتاج والمشتري. الشوط الثالث للجعدان المحليات إنتاج، خرج المارد لمفتاح بن علي النعيمي من الفانوس السحري ونفذ أوامر مالكه بالتصدر والفوز، مسجلا زمنا بلغ 9 دقائق و7 ثوان و3 أجزاء من الثانية. المارد تهانينا والناموس لمفتاح بن علي بن محمد بن خفين النعيمي على فوز المارد. الحمد لله على التوفيق، والحمد لله قعود توفق اليوم، قعود طيب الحمد لله، الله وفق اليوم. والله دا طيب بيض الله ويهم ما قصر، والشوط قوي الحمد لله. ها خطورة والله عند الكيلو الأخير هناك الخطورة، والله عند تقريبا عند 200 متر تقريبا حركنا، روح القعود تجاوز عند كيلو الحمد لله، روح تجاوز استرقاته. والله السنة كلها سبق، سابق حوالي 5 مرات 6 مرات السنة، وإنجازاته 3 سيارات وثاني على السيارة، سالت معي شين كليلي اللومت شين فيه. في شوط الجعدان المهجنات إنتاج، أرسل مرسال لعبيد بن حامد بن خليفة الطنيجي السلامات، وكانت إشارته أقوى من بقية منافسيه، وحقق الفوز ب9 دقائق و3 ثوان و4 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس عبيد بن حامد بن خليفة الطنيجي على هذا الفوز وعلى هذا الناموس الجميل. والله سالم بونا راعي سبق، قعود ما كنت خيب النظن لعدة سبقات الحمد لله بالأدوار الفرعية هنا في مرمون كذلك الحمد لله، وعود ما يتنازل من 3 الأوائل. والله يمل اليوم اللهم لك الحمد، ولا قصة مرمون بسيطة توتر، يعني أنت تم على أصابك من روح من روح من الستارت وانت في أصابك. ثلاثة طال عمرك أبوه إرسال بعيد الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الله يطول في عمره، وأمها بنت جلموت من طحنون الشيبة لهل الزيد إن شاء الله، وللوالد العبيد بن حامد والأخوان كافة وبني عمنا ولهل الزيت كافة طبعا. ننتقل إلى الأشواط المفتوحة، والبداية مع الشوط 13 للأبكار المحليات،
وهنا قدمت أداء لحمد بن راشد بن غدير الكتبي أداء ملفتا وتفوقت على خصومها مسجلة زمنا بلغ 9:08.07 من الثانية. سلام مرقب سلام أقول واختمها سلام يا الوادق للمرة الثانية نهني هالبرقم كافة ونهني حمد بن غدير وإخوانه كافة نهنيهم على هذا الفوز. الشوط 14 لبكار المهجنات حققت مثابة لعبيد بن سيف العلي الفوز بعد أن قطعت المسافة 9:03.06 من الثانية. سلام يا راعي مثايل على الفوز سلام إلى رأس الخيمة سلام على الفوز والناموس مع مثايل بالشعار العليلي. الشوط 15 للجعدان المحليات تفوق مسعف لأحمد بن علي الشامسي على الجميع ومضى بكل ثقة نحو خط النهاية ليصل أولا 9:06.08 من الثانية. زف السلام يا مسعف زف على هذا الفوز والانتصار تهانينا والناموس لأحمد بن علي بن خلفان الشامسي على هذا الفوز والانتصار الكبير. أما الشوط 16 للجعدان المهجنات كان النصر من نصيب رمحان لغانم بالعلي بن حموده الظاهري الذي أنهى السباق 9:11.08 من الثانية. ها هو رمحان يسعد غانم بن علي بن حمودة الظاهري شكرا لسالم بن حمد المخيبي أبو حمد من يقدمه أيضا بهذا الأداء تهانينا والناموس ولحظة وصوله إلى خط النهاية. الأشواط الصباحية كانت مثيرة، نقول الناموس لكل من سبق معنا في الفترة الصباحية وأجرينا اللقاء معاه، استاهلون إخوان الناموس. نبدأ مع الشوط الأول، مبشرة لكردوس بن محمد بن سالم بن كردوس العامري، انتزعت أول الأشواط وشوط الانتاج وتوقيتها كان 9:02. والله نحب نومس ونبارك أبو سالم سعادة محمد بن سالم بن كردوس وعياله على فوز مبشرة، وهاي الناقة طال عمرك فوزها اليوم بو خليفة يفرق انتاج ام واب عندهم، فنحب نبارك لهم ومبشرة تنعب يعني مثل بكرة صعبة بو خليفة تقول العام ما دوبه بكرة، يعني عندهم شاركات في مراكز الفرعية واليوم اول مركاض رسمي او محفل تشارك فيه، فبو سالم دائما راعي نواميس وراعي طال عمرك نوعيات فاخرة وعسى الله يوفقه. اليوم مثل ما نشوف بو خليفة اداء مبشرة ما شاء الله فارق في الشوط، لحقت الركاب هني طال عمرك وتياوزت عصايب بطانها، عندها ركاب سبق ابو خليفه، عندها طال عمرك حلال اللي يدخل في الشوط الاول، اللي يدخل في الشوط الاول ابو خليفه دائما له حضور طيب سواء في المراكز الرسميه او المراكز الفرعيه، ما صنف فرعيها الشوط الاول الا هي طال عمرك كفو لها الشوط. مبشر ابو خليفه نراهن عليها قبل الركض، لقيت فهد بن محمد بن كردوس قال يا رامس بكره ان شاء الله عند مبشره اتوقع قال 90% اذا هي صاحيه انها تكون صاحبه الشوط، ونحب نبارك له ابو محمد وبيض الله وياه على الترشيح اللي قبل الركض. والذلول سبق ابو خليفه واليوم ما تسبق الشوط الاولي الا مطيه طال عمرك مصنفه من ناحيه الاصل من الام والاب، ومصنفه طال عمرك من مضمرها يحطها في الشوط الاولي، فنحب نبارك سعاده محمد بن سالم بن كردوس على فوز مبشره وعلى عياله وعلى الكردوس كافه، ولا يستغرب على هالشعار يا ابو خليفه السبق الريال يحب النواميس يشتري طال عمرك في المركاض ويحب يشارك طال عمرك والنواميس في مزاينه، قبل يمكن تقريبا اسبوع ماخذ الاول في مزاينه الظفره في شوط الديربي، فنحب نبارك لابو سالم وعساها نواميس دائما ان شاء الله. في اضافه للشوط الاول ولا نروح للشوط الثاني؟ لا احنا نهني فهد اخوانا على هذا الناموس، وانا اقول يعني الماسك جهاز مبشره اوامره جدا ممتازه يساير على بكرته صح، يعني بن كردوس اليوم اوامره ما عليها كلام رغم ان الذلول اليد الثاني اللي هي مرموقه بكره صالح بن سالمين بكره سبوق السنه ما سبقت هني، لكن السبوق يوم تسبقها سبوق ما عليها باس، والحلال هذا كله سبق الاول والثاني والثالث، احنا نهنيهم ومثل ما قال ابو محمد البكره صعبه ونتمنى ان شاء الله في الايام القادمه نشوفها في اشواط رموز الانتاج. نتمنى ذلك. نروح للشوط الثاني، ابو سلامه باروته لسالم بن احمد بن محمد بن دري،
الفلاحي 9 دقائق حكم، توقيتها مميز وأداءها كان ولا أروع. باروته باروته ما شاء الله تبارك الله، انطلاقة الشوط موفقة واستلامها زمام الأمور، فالكيلو ونص الأخير يوحي بأن الرهاوة اللي تمتلكها هذه الذلول أنها مسيطرة على الشوط، وشوف الفارق اللي حطت لنا ما بينه وما بين المشاركين معاها في الشوط وعصاها في الأبطان. الحقيقة دائما وأبدا معودنا الشبل على تحضير مثل هذه النوعيات، وباروت ما هو غريب عليها السبق، مكرر سبق ولها ماضي يشفع لها. نحن نهنيه بالناموس، والفترة المسائية أجمع يكاد أن يكون أجمع المحللين في ما شاء الله تبارك الله. هنيها عندما صدرت عليها الأوامر اندفعتها في الكيلو الأخير، أجمع المحللين على متناهية، شفناه في استديو أهل الهجن أمس، وأغلب المحللين عندنا على حضور متناهية بناء على انعكاس أداء الحلال في الفترة الصباحية. ما شاء الله شوف هذا الفارق بخليفة، حتى التيم مميز بأقل مجهود. البكرة هذه لو طلب منها راعيها ولا كلف عليها عادي توصل 58، ولكن بأقل مجهود تسيطر على الشوط بفارق كبير مثل ما تشوف يا أبو خليفة بينه وبين المركز الثاني. نحن نهني ونهني آل دري كافة على هذا الإنجاز، ونقول له إن شاء الله عسى الله يا ربي يوفقكم. واسم طال عمرك، الاسم هذا غالي عندهم، ودائما ما يحضرونه في الشوط هذا في الشوط الأولي ألا وهم يرهنون عليه. نهنيهم كافة ونقولهم إن شاء الله فالكم الناموس في الفترة المسائية، أتمنى لهم التوفيق. نروح للشوط نروح لأفضل توقيت الشوط العاشر، الشبلة أبو سالم يمعى بن راشد بن سعيد بالغافرية هشام الفلازي 8:59، أفضل كسر حاجز 9. هذا تيم جدا ممتاز في الفترة الصباحية، كسر حاجز 9:58، يعني تيم الشبلة تيم مبعادي، تيم ذلول، تكون مصنفة من ضمن مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ. احنا نهني بن غافرية على هذه النوعية الممتازة المتواجدة والموجودة عنده في عزبته، ودائما أبو خليفة بالغافرية من هل الركض، واللي دائما يوم يلقون السبوق يحافظون عليها ويحطونها في الشوط اللي هو يشوفونها الناقة تقدر عليه. بكرة بالغافرية أنا أظن أتوقع والله العلم أنها ما تتم عنده في العزبة، الناقة هذه لازم بينتقل ملكيتها لأحد المؤسسات بحكم هذا التيم المتميز اللي جابته البكرة 8:59، كسر حاجز 9، والبكرة انتاج يعني، حتى يعني البكرة هذه مستقبلها وايد زين أبو خليفة. الحول في سن الثنايا، في سن الحول راح تروح في أشواط الانتاج والمنتجين في ظل الدعم الكبير لأصحاب السمو الشيوخ الله يطول عمارهم ويحفظهم. شوف البكرة الشبلة يوم طلب منها بالغافرية، البكرة أعطت فارق بينها وبين الحلال. احنا نهنيه وانه مسله، وهذه نوعية يعني مثل ما قلت لك نوعية نادرة، الله يوفقهم ان شاء الله. ودائما السبوق يوم تلجي ابو خليفة هي اللي توصل راعيها المنصات وتوصلها العلم الطيب مثل الشبلة واخواتها، ولا نستغرب من بالغافرية، ريال من مؤسسين الركض، من استوى هو راعي ركض 9:58، حتى الارتشاب اللي ين وراها شوف بكرة بن دري 5 أو 6 يبي 9:03، نعم. يعني شوط جدا سريع، انت مرة من مرة بخليفة الله يبلاك في شوط تبتلي به مثل شوط الشبلة. الحلال اللي ثاني وثالث يعني كاسر تيم نص الركض، فنقول الله يهنيهم والله يبارك لهم في النوعية الطيبة، آمين. نروح لأول الأشواط المفتوحة أبو سلامة، أداء محمد راشد بن غدير رقم 13، الشوط رقم 13 توقيتها كان 9:08، أداء لحمد راشد بن غدير ما شاء الله تبارك الله. نحن نهني هجن مرغم هذا التميز وهذا السبق، طبعا هجن مرغم نهنيهم بسبق أداء وكذلك في حصول على رموز الشوط السادس حمد راشد بن غدير، نحن نهنيهم بالناموس ونقول لهم إن شاء الله إن شاء الله هجن مرغم إلى مزيد والمزيد من الإنجازات. الحقيقة أبو خليفة
تمكن وسيطرت واستقرار وثبات مستوى هجن مرغم في الركض من بداية الموسم حتى وصولنا لمنتصف المشوار يعطي دليل كبير لكل المتابعين محبين رياضة سباقات الهجن أن هذه المؤسسة مالها ند وخاصة في عملية اللي هي مسابقة البيرق. نحن نشوف ما شاء الله تبارك الله الفارق ما يقارب 80 نقطة مع ثبات انتزاع الرموز داخل وخارج الدولة، ثبات مستوى الحلال من السن الصغير وصولا إلى السن الكبير. لم يأتي وليد الصدفة ولم يأتي من فراغ، إنما هناك عمل واستقرار في هذه المؤسسة. ما شاء الله تبارك الله هجن مرغم مستواهم ثابت، شفنا في آخر 3 سنوات حصولهم على 3 سيوف لمهرجان ولي عهد دبي، السيف الأول والسيف الثاني والسيف الثالث العام شفناه بلسم، كذلك ثبات مستوى الحلال. لو بتلاحظ أبو خليفة هجن مرغم عندهم الحقائق اللي ينتزع الرموز يستمر مركاضهم من سن الحقائق إلى اللقاية إلى الإذاع إلى سن الثنايا والكبار. بس غياب هجن مرغم على الحقائق واللقاية السنة في هذا المهرجان تقدر تقول ما يعتبر غياب، هي خطة ماشي. خذوا رمز في اللقاية في الجادان، يعني ثمان رموز خذوا رمز واحد، فغياب تقول غياب ولا لا؟ انا ما اعتبره غياب بكثر ما انا اعتبره ان خطه استراتيجيه يمشون عليها وهي خطه ناجحه. في مثل رياضي يقول اللي تلعبه اللي تكسبه العبه. انت الحين ماشي على خطه، والخطه هذه ما شاء الله مبين على استمراريه وتواصل اداء. غياب ولا خطه استراتيجيه؟ يعني في حد عنده لا بطيه رمز ما ياخذ رمز يقول انا عندي خطه استراتيجيه؟ مستوى الحجايج العرب ما عندهم حجايج على المستوى المطلوب في اشواط الرموز الا اذا فيهن وعكه صحيه، اما كمستوى لقايه عندهم لقايه طيبه، شاركوا بهم في السعوديه وخذوا رموز، وامس شفنا مشاركتهم هي طيبه. لكن يعني خطه استراتيجيه لا ولا يمكن لا شوف ابو خليفه انت ما تدري، شوف العزبه من امور صح. يمكن العزبه فيها امراض، فيها شيء معرقلات، انت ما تعرف. احنا البين عندنا ان مشاركتهم في اللقاء في الحجايج مش تمام، في اللقايه الجعدان بس اللي اعطانا اداء ممتاز، لكن احنا ما ندري خلف الكواليس شو المشكله في العزبه. يمكن العزبه فيها امراض، فيها شيء امور تعرقل الحلال هذا، ولا في حلال عندك مثل معيار امس ما اخذ كاس اللقايه المفتوح في المملكه العربيه السعوديه، امس في الانتاج مركاضها مش المطلوب اللي يتمناه بن غدير او يتمناها جمهورها ومشجعينها. فاحنا نقول يعني عوارض طيب صحيه. ابو محمد شو رايك؟ والله ابو خليفه هجن مرغم عنده استراتيجيه واضحه في السن الصغير والسن الكبير، شفنا حضورها في السن الكبير مميز في كل جميع المهرجانات سواء في دوله الامارات وخارج دوله الامارات، مثلت الامارات في مهرجان المملكه. انا ما اتكلم بشكل عام، انا عارف هذا، انا اتكلم عن اللقايه والايذاع فقط. انا كل كلمه هذا المهرجان في هذا انا اعرف اللي تقصدونه ابو خليفه، نحن نتكلم عن الحقائق واللقايه وحجايج صحيح. الحقائق عندهم طال عمرك العزبه تمر بوعكه صحيه، عندهم هم طال عمرك الحقائق عازلينها من اللقايه، كل 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 سن حاطينه في عزبه ومنظمين العزبه يعني بشكل احترافي كبير. الحلال ابو خليفه دائما يمر بوعكه صحيه خاصه السن الصغير، لهذا نحن نقول غيابهم هجن مرغم حقائق وفي السن الصغير ما كان في غياب للعزبه. ابو خليفه هجن مرغم عندهم وعكه صحيه في الانتاج وخاصه في الشراي. الحين تشتري مطيه الحين ابو خليفه صاحيه، لكن المات اللي قدامه في العزبه فيها مرضه، فالمطيه طال عمرك معرضه لجميع الوعكات الصحيه. دير من استوى الركض دائما في الحجاج مش متميزي، يمكن السنة الوحدة تميزوا هنا في مركاض كبرى لا في الختام هنا في الحجايج، ولكن دائما تميزهم يكون من اللقاية والإذاع والثنايا. أبو خليفة في سنة من السنوات هني من السنتين سبقت عندهم متعة إنتاج في المفتوح وهي حقة، وسبقت عندهم بلسم في الإنتاج. بلسم انتقلت ملكيتها لهجن العاصفة، كل انتقل وخلت لا مو بلسم سيول أيوة سيول عفوا، ونتقلت لهجن العاصفة وخذت رمز اللقاية المفتوح في ميدان الوثبة. احنا دائما نقول النوعيات قليلة ما يشاركوا، النوعيات يوم تكون حاضرة عندك تشارك بها وتظهر، ولكن في نفس الوقت لازم تعرف يا ابو خليفة ونحن بعد يستفيدون المتابعين
المطيه طال عمرك يوم تركضها في طيم وتحرقها حقه يعني وتزور عليها بالمراكيض ما تعطيك الاداء اللي انت تبغيه في سن اللقايه والاذاع. يعني بنعطيك على سبيل المثال مثل رغد، اول بدايه ظهور رغد في سن الاذاع ما ركضت، حد عرفها؟ ما حد عرف. ركضت في سن ناقة سبوق ابو سلامة، لا بس ما لها ما لها حضور، بس العرب ما ركضونها في التسعيره. ايوه هذا اللي انا اقوله. شوف ركضت اذعه وما شاء الله حصدت رمزين، وفي سن الثنايا اخذت ثلاث رموز والناقه تصنفت. يعني هذا يعطيك خطه بعيده واستراتيجيه على ان الحلال اللي عندهم قد يكون وعكه صحيه، وقد يكون عمل هناك عمل وتخطيط لهم على ان الحلال يحافظون عليه ما يستنزفونه في سن الحقائق. حتى ان المطيه لو كانت اصيل ومطيه محافظ عليها يكون حضورها في سن اللقايه دبل عن المطيه المضروب وهي فطيم وحقه. طيب ننتقل ننهي الحديث عن الفتره الصباحيه، ننتقل لاشواط الرموز للفتره المسائيه. نبدا معكم باستعراض اسماء المشاركين معنا في اول الكؤوس وكاس الايذاع الابكار المفتوح. ومعنا في هذا الشوط تقريبا 35 مطيه. ابو محمد نبدا معك بالحديث، نحن الوقت يدركنا، نبغى نتكلم مباشره عن ريكورد او سي في الحلال ومن ثم الترشيح. ابو خليفه عراس الغايمه عندك مروره حمد بن هيان راح يمشى، بيكون له حضور اليوم المسك، ما ظهر الظهور في مهرجان الكبرى، يمكن اليوم يعوي على كثير من الجماهير، جماهير شعار بن عويضان. عندك طال عمرك المصنفة الأولى اللي هي مبروكة لسعادة حميد سعيد النيادي، عندك طال عمرك سبا الحمد راشد بن غدير يكتبي صاحبة رمز المملكة العربية السعودية. في أسامي أبو خليفة ممكن تقريبا تكون واضحة في المنافسة في شواط الرمز. نسألتني أبو خليفة عننا الترشيح، الترشيح يا أبو خليفة محتارين بين مبروكة وبين عندك سبا، عندك طال عمرك مرور المسك، هل حال طال عمرك أبو خليفة كله يترشح وكله طال عمرك راح اليوم يظهر حضور طيب؟ اليوم القبلة أبو خليفة الإنسان طال عمرك الحلال متقبل، حال طال عمرك صاحي وأموره طيبة، أتوقع بيكون حضور الحلال مبروكة السبا المسك ومرور، أتوقع راح تكون في مربع الذهبي والسبق علم عند الله سبحانه وتعالى. بس إذا ظهرت مبروكة مثل ظهورها في الوثبة أتوقع مبروكة تكون علامة فارغة في الشوط. إذا ظهرت مبروكة علامة فارغة بالترشيح. نعم هو ترشيح مع مبروكة. مبروكة ترشيح مع مبروكة. أبو سلام نظرة على الشوط وترشيحك. نظرة عامة عن الشوط، الأسامي المسجلة ما شاء الله تبارك الله غنيين عنه، غنيين عن التعريف. بن هيان نجم الموسم، بن عويضان ما شاء الله تبارك الله، حضور الظفرة بشعار محمد غانم، الضبي وبينه لسيف بن كليب، مطايا مأخوذات تو، هاي المطايا مشاريات وبقيمة وبيكون لهن حضور وكلمة في المراكز الأولية في الشوط المفتوح. شعار بن كليب شفناه، شفنا قرب منافساته في أشواط الرموز، ولكن ما هو الأداء اللي مطلوب منه وجمهوره يترقب منه هذه النتائج. بو خليفة مبروكة من المصنفات، عندك الهايلة اسم قوي العلي بن يميل بن سباح الوهيبي حاضرة، عندك الدكتور راشد بن الزفنة يدفع بإنتاج يدفعهم في أشواط مفتوح، تغرودة وتم والشاهنية لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان، ثلاث مطايا يدفع ابن في هذا الشوط. شفنا شعار الصعب مسجل غياب في سن الحقايق واللقايا، نتمنى العودة له من بوابة الإذاع. أبو سلطان اسم قوي ويراهن عليه متابعينه. أبو خليفة صعب الترشيح، ولكن مدام سلالة الشبابي موجودة انشد عن أبو سلامة وين بيرشح. وين بترشح؟ برشح سبع سلالة الشبابي أسد الميادين. نعم. سبع. نعم. سلالة الشباب ليش رحت معها؟ شو سجلت؟ شو سجلها؟ ماضيها مشرف. شو ماضيها؟ ماضيها مشرف، في رصيدها رمز، والبكرة هذه ما ظهرت بالمستوى اللي شفناها بها العام، ولكن
السبوق يا أبو خليفة لابد من رده، وردته تكون قوية. وأتوقع أداء هجن مرغم في الفترة الصباحية أكبر دليل على أن هذا الشعار راح يكون متوهج وحاضر في الفترة المسائية. وسالم، والله يا أبو خليفة الأسماء كلها ممتازة، عندك مرور بكرة بن هيان من الرشاب اللي ترشحن، عندك الظفرة يعني العام دائما خامس رابع ثالث على الرموز، عندك بينة ثانية على رمز الكبرى من أيام عند بن كليب، عندك العبور بكرة بن صرود أيضا من الحلال اللي ترشح إذا كانت هي ثالث على الرمز، عندك أيضا وضحة بكرة بالهويمل احتياط سابقة في المملكة العربية السعودية عند بن قنزول، بكرة راهد بالزفنة العفاري سابقة في آخر تمهيدي في ميدان الوثب وكان تيمها جدا متميزة، هذه البكرة تعتبر إنتاج. عندك الهائلة العلي بن جميل بن سباح الوهيبي، هذه مشراية من عند بن نظيمة في مهرجان جائز زايد الكبرى وجت خامس على الكاس ومن الرشاب اللي ترشحن في هذا الشوط. عندك نسايم محمد بن عتيق بن زيتون دائما تسبق الشوط الأول في ميدان الوثبة، المبروكة مثل ما قال أبو محمد صاحب التيم متميز 48 في ميدان الوثبة في جائز زايد الكبرى شواط المحلية. مبروكة للمتابع أيضا بعد تكلمون عن سلالته، سلالة غازي نعم إنتاج المجموعة العلمية المتقدمة وإنتاج إنتاج سالم بن مطار بن فارس الدرعي نعم اللي هي المبروكة. عندك أيضا ذخيرة بكرة رياض بن ثامر بالسعدون، هذه بكرة لها سابق وشفنا لها سابق جدا ممتاز. الاتحادية هذه بكرة مشراية حجة مليونين فطيمة عفوا ودائما تروح في أشواط الرموز، يمكن اليوم الاتحادية تكون هي يعني تخدم الاتحاد نعم تخدم خطة اللي هي المبروكة. النويعس بكرة حمد بن هيان العامري، هذه البكرة تقوم في أول الشوط وأظن أنها بتكون خدمة لمرور في أول الشوط. سعادة فري بن حمودة دافع بالتماس ودافع بن ضبيان بن بيشان أيضا دافع بدرة، الشوط كله يعني شوط مزدحم. أن سألتني عن الترشيح ومجرد توقع أنا سرت عند سبأ، كذلك عند سبأ نعم سبأ شفنا لها مراكز هني جدا ممتازة في المرموم وفي الدول الشمالية، والبكرة العرب ما دوروا منها ركض السنة نعم، وإذا كانت في يومها البكرة بتكون في المثلث الذهبي رغم أن الرشاب كلها اللي عندها رشاب سبق وطيبات. في بكرة هنا أنا أتطرق لها اللي هي عذر لسعيد بسهيل بالدليوي يكتبي، عذر اليوم راح يكون لها مشاركة فعالة إن شاء الله. بكرة شفنا لها مركاض في الشمال، بكرة أداها ما شاء الله مميز وحضورها طيب، فأتوقع إذا كانت في يومها راح تشارك اليوم مشاركة تكون قريبة من مربع الذهبي أو ثلث الذهبي أو صاحبة رمز، العلم عند الله سبحانه وتعالى. سعيد سهيل بالدليوي نوجه له تحية بعد الأداء الوسمية القوي في الوثبة وانتساعها للرمز، تشوف دخوله قوي، هو دائما متواجد بشكل قوي لكن دخوله السنة يمكن فتحت شهيته انه يدخل اكثر في الرموز. شوف بالدليوي راعي ركض، بن الدليوي راعي ركض من استوى راعي ركض وريال الحمد لله يشتري السبوق وعنده يعني مضمن ممتاز اللي هو علي سلطان، ريال متميز بعد نعم يوم يحصل السبوق يوصلها في مستواها وفي يومها. يعني انتم بس تبون تنوهون عن عذر ولا بتغيرون ترشيحكم مع عذر؟ انا رحت عند سبا اللي هو سبا ومبروكه، يعني اغلب الترشيحات ما بين سبا ومبروكه. ابو خليفه اذا المحليه راحوا عند سبا ومبروكه حكم ماضي اللي هي سبا وظهورها في المملكه العربيه السعوديه ظهور ملفت للانظار، عندك مبروك إذا طرقنا لها صاحبة أقرب إنجاز في مكرمة سمو الشيخ زايد الله يطيب ثراه وصاحبة أفضل توقيت، فالحال طعمك اللي ذكر أبو خليفة كل حال له ماضي ولا حاضر طيب، وعسى الله يوفق الجميع إن شاء الله. نروح للشوط الثاني، شوط الجعدان المفتوح، وأبو سالم معنا في هذا الشوط ما يقارب 51 قعود. والله هذا الشوط يا أبو خليفة الجعدان اللي آيات أول وثاني وثالث في الكبرى موجودات في نفس الشوط، عندك رأس القائمة اللي هو الضاح ثاني على الرمز في جائزة زايد الكبرى اللي هو خليفة بن سلطان برشيد الكتبي الواضح صاحب رمز جائزة زايد الكبرى، مشوش في نال السابق في الوثبة وفي الكبرى، الذيب لمحمد بن سير بن عويضان أمس ما كان في يومه في جائزة زايد الكبرى أظني ركضوه فيه أم الصباب هذا من بطن الذيب يعني قعود يترشح وكان مصنف في جائزة زايد الكبرى، أتمنى لبن عويضان إن شاء الله التوفيق.
عندك الصداوي ومنحاش ومهند، أتوقع هذه كلهم بيكونون خدمة لوضاح قعود خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. عندك مغامر من أبرز المرشحين لأحمد بن سلطان بن رشيد، عندك المحيط قعود الغيلاني، أيضا عندك الشامخ الحمد بن عبد الله بن خليفة بن ياعد الحميري أمس رابع على جائزة زايد الكبرى، هملول بن زيتون ثاني، الجعدان ما شاء الله أبو خليفة 48، عندك طويق سابج في جائزة زايد الكبرى وياي 9.5 وياي ثاني على الرمز في المملكة العربية السعودية، عندك مهندس اللي هو قعود حمد بن راشد بن غدير أيضا من الجعدان اللي دائما في أشواط الرموز وما يطلع من الثلاث الأوائل، وأمسي هنا مركزة جدا ممتازة في المملكة. أنا رحت أبو خليفة في هذا الشوط عند مهندس اللي هو حمد بن راشد بن حمد بن غدير اكتبي مع مهندس أبو محمد. والله أبو خليفة القعدان كله مسبق الله يبارك الهالهم ويوفقهم إن شاء الله. عندك مهندس عراس الغايمة صاحب أقرب رمز في المملكة العربية السعودية، عندك حبشان بعد بشعار مرغم له حضور طيب، شفنا مشاركة اللي هو مهند وأخوه طال عمرك نمرود. نمرود سبق فارق كبير، الشعار متألق في هالمهرجان وجميع المهرجانات الحلال ما شاء الله مدي الفترة الصباحية. نسيتنا عن الترشيح، أنا بروح عند مهندس بحكم آخر ماضي له، ولا ننسى حبشان ولا ننسى الواضح ووضح. وأظن ساير مع مهندس أبو سلامة. لا مالك اللواء، أنا رايح فيها إنتاجي طال عمرك. رايح مع إنتاج حبشان. نعم حبشان حصل على المركز الثالث في المملكة العربية السعودية. إنتاجك؟ إيه نعم. شو سلالته؟ سلالته رياض طال عمرك. رياض يا سلام. إيه نعم رياض ولد هملولة. ولد هملولة. شو شو ماضي حبشان؟ ماضيه مشرف طال عمرك. منافسات قوية له، ثالث جاي ثالث على الرمز في مهرجان جائزة زايد الكبرى، وله سبقات في الشمال، إن شاء الله أنه يكون في يومه، وتوقع أن حضوره اليوم راح يكون على الموعد إن شاء الله على هق وتراعي. يعني نحن تقريبا في اتفاق شبه تام على المهندس اللي أنت حبشان، وقبل ما ندخل الاستوديو قلت توعدت رامز، قلت له أبوي أنا بييك في النقاط ما بتصير بعيد، بفرق عنك بفارق 10 نقاط. شوف اليوم بس قلت بتفرق بعشر. أي مكان فيه تنافس إذا ما كان فيه منافسة قوية وضك ما في فايدة. الحين رامز منفرد عنكم، منفرد بدون منفرد ثمان، نحن هم خلينا نحن جرعتنا من السن الكبير من تروح للثنايا وفوق. لا بس اليوم بالذات ليش قلت اليوم بفرق عنك؟ بتشوف النتائج اليوم أبو خليفة. سويت ترشيحة توفيق من الله سبحانه وتعالى. نحن نرشح على معطيات على حلال طال عمرك لحضور، ما نرشح يعني كشعار أو كمالك، لا رشح المطيلة حضور في الميدان، رشح على أرقام وعلى أشياء واقعية أبو خليفة. بس شو تقصد أبو محمد؟ يعني تقصد أن الشباب يروحون على مالك؟ لا بالعكس، أنا ما ذكرت الشباب، الشباب طال عمرك كله وجهة نظر وكلن على معطيات وكلن له وجهة نظر وكلن طال عمرك كله اختيار المفضل. يعني هذا ما أدري عاد هو يمكن أبو خليفة يوجه الكلام لك ولا ما أنا لأنك يوجه الكلام تدري اللي منه. بس أنا بخبرك أبو سلامة ولعصام وداود، لأن إحنا ثلاثة نقطة. نحن بخبرك يا أبو خليفة، من الله كله نحن سحبنا البساط من علي بن سالم وداود، الحين من سنتين مبونا هو ملك الترشيح، من ينو نحن يا هل الظفرة أركنا على طرف، الحين ألا أبو سلامة ولا رامس، نحن نباك بعد المصالة الجنوبية. المصالة الجنوبية ما تبى الترشيح، تبى الميدان. لا لا الميدان خل الميدان أنت خل بيق ها شوف ترى لا لا هل الغربية خلهم منطلقين عسيرهم الترشيح مرة مرة وأنت تبى الميدان زين. أبو خليفة بالنسبة للشوط هذا في تكتيك واضح راح يكون في الشوط. طيب بما أن خليفة بن رشيد السويدي مسجل 5 قعدان في الشوط. حلو. نعم أنا أتوقع أنه راح تكون القبضة في يده في بداية الشوط، راح يكون حلال يتحرك من الانطلاقة، الضغط عالي للشوط هذا وتكتيك واضح، استنزاف المطايا أو استهداف المطايا اللي مرشحة للشوط. يعني لو بنلاحظ ما شاء الله مدخل 5 قعدان، أنا أتوقع عند الانطلاقة راح يكون هناك شغل، وفي نص المسافة راح يكون هناك شغل لاستهداف الأسامي المرشحة وفتح الطريق طال عمرك لأقوى المرشحات عند خليفة بن رشيد السويدي اللي هو وضاح الانتزاع
الناموس في نهايه المطاف نفس سيناريو الكبرى تقريبا. انا بما ان الاسماء نفس اللي في الكبرى نقول تقريبا متنافسه مو كل يعني الأسماء. القعود الجاي الاول في الكبرى للواضح موجود وهذا من ابرز المرشحات يعني ما نغفل عنه. امس ركضه جدا ممتاز وعطى نهايه وفارق في النهايه والقعود سبوق الواضح سلاله الواضحه بعير العاصفه نعم بعير العاصفه سلاله بعير العاصفه وايضا طعمرك اللي عندك وضاح موجود حبشان ثالث على الرمز موجود الجعدان هذه كلها موجوده في نفس الشوط بالاضافه للجعدان اللي مركضه وسابقه ويا خامس وسادس وسابع في الرمز وثامن يمكن شغل بالرشيد على الشوط هو يشتغل من صالح قعوده وهذا حق مشروع يعني له ابو مانع طيب. ولكن يمكن تي بعد مصالح احد المشاركين ممكن كذلك ابو محمد تفضل ابو خليفه عراس القائمه اللي هو المهندس الانظار له اليوم كلها تتجه صوب المهندس اذا المهندس وحبشان ما اثر عليهم مركز المملكه العربيه السعوديه اتوقع المهندس صاحب الرمز من 8 كيلو اتوقع اذا ما اثر عليهم مركز المملكه العربيه السعوديه ان يكون صاحب الشوط بحكم ماضيه العام ومشاركته السنه بس المطية تعرف بخليفة محملة ومدية مجهود كبير فممكن لا سمح الله ينعكس اسم يترشح إيه يبقى أن اسم يترشح لما نشوف أداءه القعود حضوره طيب وما تشفناها لهن حضور طيب طيب نروح للشوط الثالث ونبدأ في كؤوس الإنتاج وكاس الإذاع الإبكار المفتوح وشوطنا الثالث بسلامة عندك نبدأ مع رموز الإنتاج الأسامي قوية أبو خليفة ما شاء الله تبارك الله لو بتلاحظ في الآونة الأخيرة التيمات اللي تسجلها أشواط الإنتاج أفضل من التيمات اللي تسجل في الأشواط المفتوحة وبما أن الاهتمام الله يطول عمار قيادتنا الرشيدة والمهتمين والداعمين لرياضة سباقات الهجن شفنا نفس الأشواط اللي تنحط الأشواط المفتوحة تم تخصيص رموز لأشواط الإنتاج وبناء على ذلك انعكس على المهتمين والمنتجين من ملاك الحلال لتحسين السلالات والمحافظة على أفضل الهجن والدفع بها في أشواط مثل هذه الأشواط المسائية في أسامي قوية مسجلة وهي كلها الأسامي قوية ومرشحة ولكن نعرج معاكم على بعض من هذه الأسامي عندك عروبة حمد سالم بن نصرة العامري اسم قوي لها سبقات ومنافسات في أشواط الرموز عندك اليمامة البكرة هذه إذا في يومها أتوقع أنها راح يكون لها نصيب الأسد حمد عبد الله بن خزام العامري لها منافسات قوية ولها سبقات وكسر تيم نيران حمد راشد بن سلطان المنصوري هذه بكرة راح يكون لها نصيب في المنافسة في هذا الشوط أسامي قوية عندك بن كليب عبد العزيز بن سيف بن كليب عنده هجامة وندى هجامة لها منافسات من في سن الحقائق وفي سن اللقاية المتناهية الاسم القوي اللي راهن عليها أغلب الملاك وأغلب المضمرين وأغلب المحللين متناهي لمحمد سالم بن دري الفلاحي اسم قوي وماضي ومشرف البكرة هذه ماضيها شفناه في جائزة زايد الكبرى وفي رصيدها رمز عندك الجليلة الاسم هذا مرتبط بسعادة فري بن حمودة أعتقد أنها بنت الجليلة الناقة العملاقة أم السيوف وما سجلت في هذا الشوط إلا ويراهن عليها راعيها هملولة للزهفنة الزهفنة بالدحبة بن سعيد العفاري اسم قوي ولها سبقات وشفنا سبقها في جائزة زايد الكبرى الطامح وغناظة لمحمد بن مسلم بن قنزول العامري هذا الشعار الحقيقة لازم نتكلم عنه هذا الشعار اللي حقق من الإنجازات في هذا الموسم والمواسم اللي طافت الحقيقة خارج الدولة ما يقارب 18-17 نقطة في مهرجان المؤسس في المملكة العربية السعودية غناظة لها سبق في الكبرى وسابقة كذلك في السعودية والطامح جاية ثاني في الكبرى أسامي كبيرة عندك الضبية لعبيد بالحلوس بن ذيبان العامري بيه وموال وشمعة الهجن هذه معروفة الهجن مرغم لها منافسات قوية في أشواط الرموز إن سألتني عن الترشيح يا أبو خليفة أنا رحت مع موال ملك حمد راشد بن غدير الكتبي موال نعم طيب أبو محمد ترشيحك
والله ابو خليفه مثل ما ذكر ابو سلامه الحال كله طيب، عندك متناهي على راس القائمه، عندك طال عمرك شعار مرغم على راس القائمه، حلال كل مطراي. نسيتنا عن الترشيح، انا اروح عند متناهيه بحكم ماضيها في المهرجان الكبرى. طيب ابو سالم ترشيحك؟ والله يا ابو خليفه الاسماء كلها ممتازه، عندك متناهيه صاحبه 58 جائزه زايد الكبرى، صاحبه الرمز ترشح، الشايبه سالم بن حمد بالطبع العامري سابقه بجائزه زايد الكبرى، ايضا من حلال اللي ترشح بكره الزفنه بن دحبه بن سعيد هملوله بقياده سيب بن دحبه العفاري من ارتشاب اللي ترشحن، ايضا غناضه ثانيه على رمز المفتوح في المملكه العربيه السعوديه من ارتشاب اللي ترشحن، عندك سلمى بكره الدكتور راهد بن الزفنه امس مسجل افضل توقيت في ميدان الوثبه 9:02، عندك ظن وصواب شعار محمد بن سلطان بن مرخان ثالث على الرمز، عندك نهابة سليم بن دحبة بن حسين العفاري أمس سابجة في الشوط الأول الفترة الصباحية في جائزة الزايد الكبرى، نعم ضجة بكرة اليبهوني دهشة. إذا سألتني عن ترشيح يا أبو خليفة أنا سرت عند متناهية نعم بحكم ركضها، والبكرة مايها ركض أمس قبل جائزة الزايد الكبرى مسجل أفضل توقيت هني في ميدان المرموم وراحت الكبرى وسبقت، وإن شاء الله نتمنى لها التوفيق وجميع مشاركينا، مع أن حلال بن قنزول حلال قوي صراحة. نعم أبو حامد تفضل. تاج أتوقع المثلث الذهبي يكون داير والعلم عند الله بين سلمى متناهية بية، المثلث الذهبي أن يكون بين هاي الأسامي متناهية وبية. متناهية وبية وسلمى وسلمى للدكتور مثلث الذهبي في الأمتار. أتوقع والعلم عند الله أن يكون مثلث الذهبي بعد عرايف بكرة قصاب بن راعي الطيرة دم صور يعني في حالة عرايف أمس شفناها في جائزة زايد الكبرى. طيب ما ظهرت بالظهور الممتاز بعكس ما شفناها هني آخر مشاركة لها سبقت وقبلها كم مركات تسبق عندنا في ميدان المرموم، فمن الحلال اللي ترشح بعد في الشوط، والكايدة بكرة عيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي الحلال والله كله قوية أبو خليفة، وبكرة بن مشيط أيضا من الحلال الطيب، تمنى لهم إن شاء الله التوفيق. منا لهم جميعا التوفيق. نروح لرابع الرموز ورمز الجعدان الانتاج، معنا في هذا الشوط 45 قعود، وننوه الانسحاب الذيب لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري بسبب وعكة صحية، وعنده رمز في جائزة زايد الكبرى انتاج العام، والسنة عنده ثاني على الرمز. هذا القعود كثير كانوا مرشحين ابو محمد لكن ما راح يشارك في هذا اليوم، ونبدأ الحديث عن هذا الشوط وهذا الرمز. والله ابو خليفه القعدان مثل ما ذكرنا ابو خليفه ونشوف الاسامي على الشاشه من خيره القعدان، عندك شاهين، عندك طال عمرك منذر، عندك مروض، عندك اسامي كثيره ابو خليفه. نحن اذا بنطرق على الترشيح او على اسامي اللي راح تكون في التغريمه في المثلث الذهبي، عندك اراهي محمد علي محمد بن قناص العامري، عندك طال عمرك اللي هو منذر البلحب، عندك طال عمرك شديد رغش بطوازة قدود العامري، عندك طال عمرك سراح هذا القعدان كله نسبق ابو خليفة، عندك شديد بشعار رغش بطوازة بدودة اتوقع انه يكون له حضور اليوم، ومنذر خليفة عندك الجعدان هذه لا عندك جرمل قعود خالد بن حميد بن حارب مهيري شفناه السابق هني في ميدان الوثبة، نعم عفوا المرموم، عندك مشغل للزفنة بالدحبة سعيد العفاري آخر مشاركة هني في ميدان المرموم سابق في الشوط الأول انتاج، متعب قعود أحمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي، المغزل قعود بن بيشان، مدهش قعود خوينا الإعلامي عبد الله بن حمد بن بهيان العامري، اليوم أبو حمد أول مشاركة له في أشواط الرموز نتمنى له إن شاء الله التوفيق، راعي مدهش مشارك بمدهش، وحميد الله يوفق إن شاء الله يوفق إخوانه، جارف قعود محمد بن غريب بن مصبح برايد الكتبي، مليح قعود بن هيان شفنا أمس مشاركته في جائزة زايد الكبرى مش هي المشاركة المطلوبة، نعم محرر قعود بن منانة من الجعدان أيضا اللي ترشح سالم، المغزل قعود بن بيشان العام جاي ثالث، نعم ثالث على الرمز، نعم وجاي ثالث مرتين على الرمز قعود بن بيشان المغزل، الشبابي قعود سعيد بالدحبي من قنازل العامري، هذا القعود دائما يروح في أشواط الرموز وشفنا له يوم حج هني سابق في الختامي، مكرم أيضا شفنا له هني سابق يوم حج، العويص قعود سعادة حميد بن سعيد النيادي
أمس شفنا غارته في الأمتار الأخيرة جدا ممتازة في أشواط الرموز. أصيل ومدرار من أبرز المرشحات عند شعار بن غدير شعار مرغم. منذر قعود بالحبة أمس ثالث على الرمز. ذرب من أبرز المرشحات قعود مبارك بن جمعة بن مطر بن ماجد الخيلي ثاني على الرمز. يعتبر أقرب قعود مرشح للرمز اليوم اللي هو ذرب إذا كان في يومه وفي مستواه. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. أنا إذا سألتني عن ترشيحي رحت عند ذرب. ذرب أبو محمد سألتني عن ترشيحي أروح عند منذر. تروح عند منذر؟ نعم منذر أمس هي ثالث على الرمز. ترشيحك بو مدرار. ليش رحت يا مدرار؟ مدرار رحت على ماضيه مشرف قعود في رصيده رمزين غني عن التعريف. هجن مرغم ما شاء الله مؤدي أداء طيب. أصيل بيقوم في البداية. مدرار قعود ما شاء الله يحب المسافة والحوقة هي من وراء. الشيبوب لسعادة صالح محمد بن نصر العامري هذا القعود أتوقع أنه للسبقات والقعود هذا منافس في أشواط الرموز. القعود هذا إذا في يوم راح يكون أحد أضلاع المثلث الذهبي في نهاية المطاف. نحن بدورنا الأسامي صراحة تحتار أنك ترشح فيهن أسامي قوية. نحن نتمنى التوفيق للجميع. الأسد كذلك محمد بن حمد بن دحروي العامري اسم قوي اسم بعد له ترشيحات قوية ومنصب عليه الترشيحات. نتمنى له التوفيق. نعم. وفي نهاية المطاف ناموس واحد. ناموس واحد في تغيير اسم جرمل أظن يتغير اسمه إلى مياحد. مياحد نعم مياحد مثل ما وصلنا في الابليكيشن. نعم اللي هو قعود خالد بن حميد بن حارب المهيري. نعم مياحد. ليش تمو مياحد؟ يمكن البارحة يمكن يبقى ياخذ الرمز. القعود شارك في مهرجان الكبرى وحصل على المركز السابع وكان في وعكة صحية واليوم هو بيكون في مثلث الذهبي يا عيد ريبح. طيب عود سبوق له ماضي طيب. نعم جهزونا الترشيحات وبعد ذلك الاتصال. خلونا نشوف ترشيحات الجروبات وترشيحات المحللين. بداية نبدأ مع المحللين نشوف ترشيحات المحللين. عصام مبروكة رامس مبروكة سبا لعلي سالم بن داود عبد الله بن بهيان والمبروكة لسهل بن بوتة وبن طبيان لسيف الحبسي وخالف سالي يروح مع سبا. الشوط الثاني الجميع مع مهندس المهندس وخلف ساري المزروعي بس حبشة بيقاضي. كلنا مع متناهية إلا خلف ساري بن بلوش والله لو صدق بيسويها موال. الحين عرفت خالف تعرف درب عصام رامس مع درب منذر رامس مع منذر بنبوتة وعلي سالم داود درب وعبد الله حمد بهيان منذر مدرار بنبوتة وبمبارك متعب ومدرار لخلف ساري من بلوش. هذه ترشيحات المحللين. نشوف ترشيحات الجروبات. عاد في منافسة قوية بين الجروبات. نشوف جروب تراث الهجن المبروكة الواضح متناهية الذيب الذيب تمن سحابه. جروب أهل الأصائل المبروكة المهندس متناهية الأسد. جروب القمة المبروكة الواضح متناهية الذيب. جروب عمالقة الهجن سبا واضح بي غازي. جروب مجلس العزب للهجن المبروكة هملول متناهية الذيب. هجن وادي السيل المبروكة واضح متناهية الذيب. ننوه أن الذيب انسحب من الشوط. جروب أهل الهجن المبروكة مغامر متناهية ذرب. جروب هجن 30-30 تكريم مسعف شمعة متعب. راعي العرج المبروكة مهندس متناهية الذيب. منتدى ميدان المشرف سبا مهندس متناهية الذيب. مبروكة لهب بي طويق لجروب هجن العاصفة. راعي لمحة للهجن مبروكة وضاح عفوا متناهي أصيل. مجلس الظفر العيناوي سبا حبشان موال مدرار. هذه ترشيحات الجروبات. نتمنى لهم التوفيق ونقول هارد لك للجروبات رشح الذيب
والذيب تم انسحابه من الشوط، لكن معوضين خير في الأشواط الباقية. عندنا تقريبا 25 دقيقة لانطلاقة الأشواط. عندنا اتصال، إذا الاتصال جاهز. أبو سالم، نحن نشكر اللجنة المنظمة، نشكر نادي دبي لسباقات الهجن على تعاونهم بشكل مستمر. نحن تناقشنا كثير من المواضيع في البرنامج، منها موضوع التشبيه، وأتوقع أن اللجنة طبقت هذا النظام وخلاص اكتفت بالتشبيه اللي صار في جائزة زايد الكبرى، وتم كذلك خلاص اعتمادها النتيجة اللي في جائزة زايد واعتمادها في هذا المهرجان. أبو خليفة، احنا نشكر نادي دبي على التجاوب وعلى جميع، سواء كان نادي دبي أو نادي اتحاد سباقات الهجن في أبوظبي. أبو خليفة، دائما المنبر الإعلامي المتواجد هو من يوصل المسج أو الرسالة إلى الأخوان المسؤولين، والمسؤولين يوصلون الرسالة إلى المعازيب. طبعا برنامج الأصايل يطرح كثير من المواضيع، وهذه المواضيع اللي طرحها هذا البرنامج تهم بالدرجة الأولى مصلحة يا أبو خليفة أهل الهجن وأهل الركض. فدائما أنت خذ كل تأكيد، ما دام أنت تطرح موضوع يهم الركض وهل الركض، أن الأندية بتكون متجاوبة، بتكون توصل هذه الرسالة لأهل الاختصاص، وأهل الاختصاص هم ناس هالركض وهالحلال ومعازيبنا هالركض الله يطول عمارهم، فكل يشوفونا طعامك مريح ويسر أهل الركاب وهلها راح طعامك يسوونه. فحن نشكر نادي دبي صراحة على تجاوبه، لأن طعامك المطية أوردي يعني هي ما دام يعني مثبتة في 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 الوثبة أو مثبتة في المرموم، واللجان جميعها موجودة، فما في يعني داعي أنا أشوف أنها تحضر مرة ثانية نفس المطية إلى الميدان أو تحضر في الوثبة، لأنك أنت عندك لجنة مشتركة من دبي ومن أبوظبي. طيب أبو سالم، عفوا، عندنا اتصال جاهز الاتصال. الرحف هذه اللحظات بمطر بن غانم بالقوبع بمسفر، مسيك بالخير. مرحبا، مرحبا مساء الورد، مرحبا ابو خليفه، امسي عليك ومسي على الجمهور اللي خلف الشاشه وعلى اخوان السمع اللي عندك. يمكن 70 اتصال مسوي اللي بمسفر، خبرني. نعم طال عمرك، شو عندك شو تبغى تقول؟ اول شيء عمك اشكر نادي دبي، اول شيء اشكر صاحب السمو الشيخ حمدان محمد الله يطول عمرك، ثاني شيء عمك نادي دبي. نعم، اللي تكلم في الموضوع الاسبوع اللي طاف عن تشبيه. نعم، نحن انا وعبد الله بن هيان تكلم في موضوع التشبيه والحمد لله. نعم، وسهيل بن غراب بعد رسيت الخبير بسلطان. نعم، بسلطان ما ينسى نبدأ. نعم، لكن طال عمرك تكلمنا في موضوع التشبيه وموضوع نفع العرب اللي يحملون من بدع زايد، بقول لك ولا من بقعة بعيدة يحضرون مطاياهم ويثبتون حلالهم ويردون ثاني مرة عزبهم عثبت المطية ما تختل. نعم، سمعت مني والحمد لله أن هذا الشيء استوى، لكن ما وصل مسج رسمي من النادي، لكن الجماعة ربعنا اللي بيشاركين في الرموز اتصلوا حق طال عمرك راشد بن عبيد بن يميع، طال عمرك اللي هو أظن أتوقع أنه مدير التشبيه، وقالوا لهم ما في مسج، ما وصلنا وما في تشبيه، حضروا على الشوط سيدة. نعم، هذا بحد ذاته برنامجك وخليفة الحمد لله قلنا لك برنامج الصراحة ثمينة باكت بدل احي ما سي برنامج وصال سنة برنامج الصراحة، احنا نتكلم بالشيء اللي فيه العرب، قول الحمد لله انا تنفذ، اللهم لك الحمد، اللهم لك. عشان تعرف ابو غانم انه وخلف هذه الرياضة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد الله يطول في عمره، دائما اي ملاحظة اي نقطة تفيدكم انتم كملاك ترى سموه مباشرة يصدر اوامره الله يطول في عمره ويحفظه. نحن اليوم بقليفة، نحن اليوم اهل الاجل، نحن اليوم معيدين، تعرف ليش؟ اول بودي ما هجان هذا، ثاني شيء انهم لبوا احتياجات العرب لو بعضها، لكن الحمد لله ثبت على الاقل التشبيه، الحين مثلا ناجح حايل ولا بعيد طعمك رباعي ولا طعمك بكره ثريه، انا اتحمل وتوصل على سبه تشبيه هاي خلاص معروفه يعني، احنا من قبل سنه تركب صحيح، نحن نحملها وايبه واركبها ما في فايده يعني. نعم، نشكرك ابو مسفر لانه ماشي باجي بننتقل للميدان، نشكرك والعفو، نشكرك ابو مسفر، وهذا جهد الجميع. ابو محمد فضل عندك نقطه. ابو خليفه، نحن نشكر دبي على القرار اللي صدر منهم. ابو خليفه، المفروض طال عمرك من جميع الانديه، نادي ابو ظبي اللي هو الوثبه ونادي طال عمرك دبي الاتحاد، اليوم ابو خليفه عندك شريحه، هاي الشريحة المفروض أبو خليفة من تحط في المطية من عدها فطيمها وحقه تصنف تهجينها، تصنف سالته وتصنف سنها، خلاص يكون لها مثل الجواز السفر
حامل مطية سوى حقه لقية إذا عثري لين حايل خلاص هاي مطية تشبيهها. عندك الخيل عنده جواز سفر، الطير عنده جواز سفر، لأن الشريحة أبو خليفة الناس تدفع عليها فلوس 300 وممكن تقريبا 50 أو 70. اليوم أبو خليفة المفروض من هالشريحة تكون لجنة موجودة تصنف المطية على سنها، وتصنف المطية على تهجينها، وتصنف المطية طال عمرك على سالتها يا أبو خليفة، ويكون طال عمرك كلها مثل رصيد يا أبو خليفة. هاي الناقة من هي فطيم وحق ولقية خلاص الشريحة موجودة، البيانات فيها كلها متواجدة. اليوم أبو خليفة مثل الغرر اللي يصدر من دبي بخصوص موضوع الجماعة تكلموا فيه، موضوع التشبيه الحلال مشبه من قبل ممكن تقريبا شهر، ونفس اللجنة ونفس طال عمرك كل التيم يا أبو خليفة، فشو بيتغير فيه أبو خليفة؟ يعني مطيبة تي جديدة أو ثنتين، فأتوقع المطية اليوم إذا كانت الشريحة موجودة فيها تكون البيانات كلها متواجدة في الشريحة، من السلالة من السن من التهجين من التصنيف، يكون في شريحة المطية في البرنت. هذا طال عمرك يوفر على اللجنة ويوفر على الأندية، بتكون الصورة واضحة لجميع المشاركين أبو خليفة. واضحة النقطة أبو سلامة. الحقيقة نحن ننتهز الفرصة هذه نتوجه بالشكر الجزيل باسمي وباسم كل محبين رياضة سباقات الهجن المهتمين بهذا الموروث العربي الأصيل، نتوجه بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد على الوقفة دائما اللي نحن متعودين منها في تلبية احتياجات والملاحظات اللي تخص رياضة سباقات الهجن. نحن في الفترة اللي طافت تكلمنا عن موضوع التشبيه والتسنين، واليوم لم يمضي أسبوع على هذا الكلام أتي الموافقة على توقيف الحلال يعني من التشبيه والتسنين على الشوط على طول. هذا الحقيقة أفرح الخبر، هذا أفرح أغلب وكل ملاك الهجن اللي مهتمين بهذا الموروث. اليوم أبو خليفة هذا يخدم شايتين، يخدم المطية الحين أنت محملة من السلع ولا محملة جاية من السعودية على أساس أنك تشبهها ولا تسننها؟ فئة المطاية اللي ما ثبتت هي تشكل 5% من الحلال اللي ما ثبت، 95% الحلال مثبت. لكن نحن بنعطيه حل، الحل هذا بسيط. عندك في الابليكيشن في نظام التسجيل الإلكتروني عندك خانة، تحط خانة مطية مثبتة أو غير مثبتة. إذا المطية مثبتة الضوء الأخضر، إذا المطية مش مثبتة الضوء الأحمر. أنت من مطيتك من تحط فيها الرصاص وثبت المطية خلاص المطية هذا يكون عليها اللون الأخضر، المطية المهم مثبتة يبين في النظام عند اللجان وبين عند لجان التشبيه والتسنين المطية هذه مو مثبتة، والريال اللي مو مثبت مطية هو اللي بيحضر مطيته بيثبتها سواء قبل الركض ولا بعد الركض. لأن الحين الحلال هذا 95% أبو خليفة مثبت، أنت تكبد ملاك الحلال مسافات طويلة وتيب، حتى الإقامة هني اللي عندهم دوامات بيجلس هني عندك يومين ثلاثة أيام على أساس أنك بس تثبت مطيتك، والحلال كله 95% مثبت في الأساس. صح. يمكن ثلاث أربع خمس مطايا هن اللي مهم ثبت ومشاركات في الرموز في أول مهرجان جائزات كبرى. بننتقل نحن أنتم كإعلاميين بس وصلوا مسج للمسؤولين، والمسؤولين بيراجعون أهل الشان وتأكدوا أن الجواب بيكون في صالح أهل الركب. صح هذا هو. شكرا لك بسلامة، شكرا لك ابو محمد، شكرا لك ابو سالم. اليوم اشوف في بيكون في قلب للطاوله في الترشيحات اتوقع. هل الغربيه مهوين هم ما بينهم الحين؟ هل الغربيه مهوين؟ انا لازم ازور الغربيه والرد. ها لازم الغربيه انت ما تبغى تزور الغربيه، انت في الميدان تاخذ رموز صالح الجنوبيه شو تبغى الترشيح بعد؟ تبغى الترشيح ويا الميدان بنصير نهوي مثلا في الغربيه والرد هناك. نعم نتمنى للجميع التوفيق. وهذه بعض المداعبات في برنامجنا. نذهب مشاهدينا الكرام إلى فقرتنا الميدانية وإجراء اللقاءات قبل انطلاقة أشواط الرموز، متمنين للجميع تقديم أفضل مستوى لديهم والتمثيل المشرف في أشواط الرموز الأربعة.
نتواصل معكم مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات. بنحاول نجري لقاءات قبل انطلاقة الأشواط وبنحاول نجريها مع أصحاب المشاركين في الرموز. سعادة فراي بن حمودة الظاهري أبو خليفة، مسيك بالخير. مساك الله بالخير والعافية. مشارك في شوط الأبكار الإنتاج وشوط الأبكار المفتوح التماس والجليلة. نعم أضوض التماس. التماس جيدة إن شاء الله ما بتقصر. وانضبيان عندنا بعد. وانضبيان نعم. نعم شوط المفتوح يعني شوط قوي، شوط صعب. والبارحة شفنا المحللين يعني رشحوا ما قصروا، رشحوا السبق فهمت. ومركاض يعني دائما هو شوط الإذاع شوط قوي لأن زاد المساء يعني المشتركين فهمت، صارت عندهم نقوة من السبق. وخاصة تعرف أنه مفتوح ما في شوط يعني محليات ومهجنات. نعم وبتكون البارحة المحليين رشحوا السبق من ظبيان والتماس، ولا اذا ما رشحها المحللين الجمهور يرشحها بعد. طال عمرك اليده طلعها يدها، اليده طلعها يدها، ترى كلها نسبك بس كلها يعني توفيق من رب العالمين. والمطيه تكون يعني جاهزه يوم في وقتها فهمت، ولا ترى كلها نسبك، كلها نسبك يعني. حظوظ الجليله ان شاء الله طيبه ان شاء الله، من افضل الاسماء عندك. اي نعم ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله ان الله بيوفقنا. هو الحين الاشتراك بعد فرح سمعت بهذه جائزه سمو الشيخ حمدان بن محمد، يعني وجودنا واشتراكنا فرح وشرف لنا. الكبرى قلت الميدان يا حميدان، اليوم بعد نقول ميدان. ولا هذاك به تصريح يا نحن سحبناه غصب من عندك. والله شوف ترى هم الاوليين يقولون دائما الميدان هو يبين الجيده ولا المتجبله ولا كلها جيدات وتوفق يعني، ويكون يعني موفقه وجاهزه توفق. العام في نفس هذا المهرجان كان في انتقال ملكيات قبل انطلاقه الشوط منك. طال عمرك في فحص مسبق، السنة ما في فحص مسبق، والسنة صراحة فتحوا المجال لكل حد يركب، ما يصير إذا ما في يعني لازم يكون في نظام. النظام أما والله أي واحد يقدم ناقته ويركض هذا ما أعتقد أنه صح. يعني هذا ما يفيدكم أنتم ككبار ملاك؟ لا ما يفيدنا بالعكس، ياخذ شريحة أكبر. نشوف كثير في الشوط مشاركين. حرام، ليش يشاركون؟ شارك اللي خلي فيه مسبق حتى الناس تشتري بعد، واللي مزيد الشيله بينقبض. ايه شفت في نظام، ليش نغير النظام؟ صح يعني انت مش مع الفحص المسبق. انا مع الفحص المسبق، مع الفحص المسبق. اي نعم لان اقدر اشتري، سمعت، اشتري السبوق واخليها في الشوط. صح احسن يعني. يعني الحين كيف اشتري؟ ما اقدر اشتري لاني ما بعرف شو دمها، كم ارتفاعها، وشو فيها ما فيها، ما اعرف. وكل نيبه دخل ناقته، ليش دخل فحص؟ وخليفه اشكرك وجزاك الله خير، يعني فالك التوفيق. الله يحفظكم ان شاء الله. شكرا لك سعاده فرج بن حمود الظاهري، وخليفه من كبار الملاك، عنده وجهه نظر مثل ما سمعناها عن موضوع الفحص المسبق. لكن هذه هي سباقات الهجن، دائما ما نرى التحديات مثيره، وكل له وجهة نظر ونحن نحترمها في برنامج الأصايل. نترككم مع هذه اللقطات وبنروح لين الستارت، بنحاول نجري بعد مزيدا من اللقاءات.
نتواصل معكم مشاهدينا الكرام. معنا في هذه اللحظات قائد فيلق الجبيب محمد بن غريب الكتبي، عنده مشاركة في الشوط الرابع شوط الانتاج. بناخذ علوم هذه المشاركة وبنرحب. زمان ما شفناك ابو جاسم. هلا والله، مرحبا الساعه ابو خليفه. نعم، مشاركتك في شوط الرمث والانتاج ومن انتاجك اسم الجارف. نعم ان شاء الله بيجرف الشوط اليوم. والله نتمنى ان شاء الله، نقول ان شاء الله المشاركين طال عمرك كلهم مستعدين وجاهزين، عندهم حلال طيب ونحن جاهزين مثلهم بعد ان شاء الله. نعم، نحن لاحظنا ان في الاشواط في رموز الحقائق واللقايه تكتيك كبير وشوط سريع من البدايه، ولذا كذلك ونتوقع هذا الشوط يمكن مع غياب الذيب في فرصه للجارف اليوم. والله يا ابو خليفه طال عمرك الجماعه الحين كلهم متقاربين في سن الحقائق وسن اللقايه، وطعمك شلوا المسبق من الأشواط الرئيسية فساعد على الزحمة هاي وسرعة الحلال الطيب. والله ذيب ما يستهان به، قعود سبوك جاي ثاني على رمز أمس الكبرى وكاسر التيم هني في المرمو، والجعادي اللي موجودة في الشوط بعد انسحب الذيب. الذيب أدري بأنه انسحب، عندي ريحكم شوي. والله ريحنا شوي، بس بعد الجعدان اللي موجود اللي في الشوط ما يستهان به. نعم، ونتمنى من الله التوفيق لنا وللجميع المشاركين ان شاء الله. القعود يحب يكون قدام ولا؟ والله القعود يقوم حول العشر، خلف العشر، يكون قريب من مراكز العشر اللي وايد، ونتمنى ان شاء الله انه يواصل ويسبقهم ان شاء الله. نشوفك هني واقف مو بداخل. مشارك. المسار طعمك الخارجي يكون شوي وسيع، وحق المساير يكون عدل. اتمنى لك التوفيق. امين، ونتمنى منك تشارك مثل اخوك الإعلامي هيثم. نعم، تشارك في الرمز إن شاء الله. إذا الله كتب ما يصير أنكم أنتم في قلب الحدث وما تشاركون في الـ شو نسوي عاد؟ دور مطية طعمك، اشترها ولا اشتر ناقة طعمك ونوخها وسوي لك مطية سبوك إن شاء الله. الله بيجي بالخير. آمين. أتمنى لك التوفيق. شكرا لك. إذن كان يعني محمد بن غريب من الملاك المميزين، وعنده ما شاء الله تبارك الرحمن سجل حافل دائما في المشاركات. نتمنى عودته إلى ساحات الرموز، وهو قريب ودائما قريب من الرموز مثل ما كان سابق عهده أحد المتصدرين والمتسيدين في فترة من الفترات على الرموز. نذهب كذلك لإجراء لقاءات أخرى. نتواصل معكم مشاهدينا الكرام، ومعنا كذلك في هذه اللحظات علي بن يميل الوهيبي احد المضمرين المبدعين والمميزين، واليوم عندك مشاركه ان شاء الله اتمنى تكون مميزه ورائعه في شوط الرمز واول الاشواط المفتوحه على رمز سيدي سمو ولي عهد. تجهيزك واستعدادك لهذا الرمز. والله مشاركه في هذا الشوط نفتخر فيها، لانها مهرجان ولي العهد غالي على كل المشاركين، ونتمنى ان شاء الله توفيق لنا ولجميع المشاركين. شوط صعب ومن البدايه من الستارت مثل ما يقولون، خبرنا حظوظك مع البكره. والله شوط صعب اكيد، وشوط يعني في نخبه حلال وشوط مفتوح، واكيد انه بيكون صعب. يعني شوط الحلال السباق كلهم هلها مستعدين لهذا الشوط، وان شاء الله احنا نقول عسى الله يوفقنا ويوفق جميع المشاركين. في مشاركات كثيره والمبروكه من ابرز المرشحات، كيف ممكن تضع نفسك مع هذه المرشح مع هؤلاء المرشحين؟ والله كل الحلال اللي مروح في الشوط مرشحات، ما في مطيه الا صاحبها ومالكها مرشحنا للشوط، وركض يعني بيكون ركض قوي الليله. نعم نعم.
دائما في منتصف الحلال، مقدمة الحلال. والله لا والله بكره ما اول مره صراحه اني نشارك بها، نقول عسى الله يوفق ان شاء الله. دائما ظهورك ودخولك في اشواط الرموز دائما يكون قوي، وعندك ولك عوايد على هذه الاشواط. يا لمرك طويل، هاك مؤسسه هجن الرياس ومؤسسه الشيوخ يختلف الحلال، طول عمرهم هم بدعمهم ويعني واهتمامهم للهجن يكون حلال قوي. اما في الشعب الليل بيكون في حلال اقوى من حلال بكره اللي بشارك بها، ونقول عسى الله يوفقنا بس. ان شاء الله هذا التواضع منكم، تقول اقوى من بكره، لو اقوى ما كنت دخلتها. والله الحلال كل ما حد بيشارك في الشوط الله عنده حلال قوي. نعم. دامك نوهت على هجن الرئاسه، علومها المست يعني لها جماهيريه كبيره المست، وخذت اكثر من سيف، والعام هي اللي قيضت بناموس السيف في مهرجان الوذبه. والله علومها طيبه، طول عمرك وصحتها ان شاء الله جيده، وعسى ان شاء الله الله يوفقك بس. آمين، جزاك الله خير. تسلم تسلم. علي بن يميل الوهيبي من المضمرين المميزين، يمكن نحن دائما مرتبط اسمه مع مؤسسة هجن الرئاسة، ينتزع الكثير من الرموز آخرهم السيف، سيف الحول المفتوح هناك في مهرجان ختام الوثبة عام 2020. نذهب مع هذه اللقطات وسنذهب لإجراء لقاءات أخرى. نتواصل معكم مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات، معنا سيف بالدحبة العفاري. رحب ويانا مشارك في الرموز سيف. مرحبا مرحبا يا عصام. والله مشاركة بحد ذاتها تكفي. مشاركة ولا داخل منافس؟ شوف مشارك مشارك، البنادم يشارك يشارك، والباقي بيد رب العالمين، نصيب بيد رب العالمين. في رصيدك رمز، رمز الجعدان يا رمز، الناس عندها مرموز. وين داخل عيل؟ داخل النصيب. ها؟ نصيب، وحاول اني برمز، وان شاء الله اني بيبه ان شاء الله. ان شاء الله داخل بسمين في رمزين، يعني انا في رمزين عادي، وفي اربع لو في شوف الجعدان قعود مشغل والبكره ملوله. شو ماضيهن؟ ماضيهن الليله بيبدا، الليله بيبدا الماضي ان شاء الله في الاذاعه، الليله بيبدا متاخر شويه ان شاء الله. ان شاء الله نقول انه بيبدا الليله. ها؟ ان شاء الله نبي بدل الليله. على ما قال الحيتان هني، لا وروح في الحيتان اساطير هني، مو بالله حيتان، وروح في الاساطير والحوار تروح فيه. سعيد سامحني، وين داخل؟ ليش تسوي عمرك كذي يا ابو سعيد؟ الميدان يبين، الميدان والله نحب نقول الميدان عاد. ان شاء الله الله يوفقنا ويوفق جميع المشاركين. بس مرتاح، ما عندك سبوق، دام انك مرتاح ومو بحفزان كذي ما عندك سبوق. الحمد لله، ان شاء الله انها الليله بسبق ان شاء الله، ويوفق جميع المشاركين. يوفقك الله، يوفقك يا ابو سعيد، نتمنى لك دائما تقديم مستويات مميزه. ورائع، نترككم مع هذه اللقطات ونذهب لاجراء لقاءات اخرى. نتواصل معكم مشاهدينا الكرام، ودائما مع أشواط الرموز نجد كبار الملاك والشعارات الكبيرة مشاركة ومعنا في هذه اللحظات. سعادة السفير رحبك ويانا، وعندك مشاركتين في الشوط المفتوح، أوزان والوثبة.
الله بالتوفيق، ومشكورين على اللقاء، ومشكورين على التنظيم الجيد للمهرجان، وإن شاء الله الله يوفقنا ويوفق أخواننا المشاركين. الشوط من بدايته بيكون سريع. الشوط هناك راعي تشوفه حميد النيادي. هو راعي وأنت بعد راعي الشوط. إحنا نحاول. أنتوا ربع وأخوان. لكن في الشوط كل واحد. لا كلنا ربع، لكن هذا ما أخذ رمز. رمز الوهبة. وحلاله مقبل وهو مقبل غاصل. يعني صعب روغ. يعني انت جدمت في الشوط بتقبض المطيه بتخلص. لا قبض ما شيء، لكن غصب غصب سبق غصب ما شيء، ما حد يقبض من حد القبض. لا ما حد يقبض من حد، لكن احنا اللي يفوز مبارك، والناقديه العرب كلهم يفرحون بها ويفرحون راعيها اللي هو حميد يعني، والناقه سبوك، والناقه طال عمرك يعني ترشح اليوم مرشحة قوية. اليوم نحن للأمانة في البرنامج 6 محللين أو 7 ترشيحات، 6 راحت للمبروكة. صارت للمبروكة صح؟ 6 نعم. خلاص يعني كلام ذيك، أنتم 6 والجمهور اللي برا كلهم 90% حاطين عليها الركيزة أنها تأخذ الرمز، والبركة عند الله. خلاص ما في فايدة توقع. إن شاء الله سبقها أنا رياقاع، إن شاء الله سبق، لكنها سبقها صعب. سبقها صعب. طيب بنروح لسعادة حميد بن سعيد النيادي من الملاك الكبار ومن الملاك المميزين، يعتذر عن إجراء هذا اللقاء، ولكن احنا نتمنى له التوفيق. المبروكة من الحلال المرشح بشكل كبير، وفي أسماء كثيرة في الشوط بعد مرشحة، لكن في نهاية المطاف تبقى ترشيحات المحللين أو ترشيحات الجماهير كلها قبل انطلاقات الشوط. مسار الشوط تختلف الأمور تماما، ممكن تسبق، ممكن غيرها كذلك تسبق، وكلهن جديرات في هذا الشوط. نترككم مع هذه اللقطات لحين إجراء كذلك لقاءات أخرى. نتواصل معكم مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام، في نقطة إيجابية للأمانة في أشواط الرموز، نحن لنا كإعلاميين متعة نلقى كبار الملاك اللي نحن نحاول نلقاه ما نوصلهم، لكن يومي الرمز نشوفهم كلهم واقفين على هذا المكان، وكل واحد ينتظر فتش الشوط ومشاركته. معنا في هذه اللحظات مالك مبلش وراعي مبلش الشاعر سعيد بن دري الفلاحي. شاعر رحب بك، وشوط ترى قوي وناري. يا ما يحتاج. هذا ابدا ما يبغي تعقيب هالشوط. يعني شوط الكل عاد العده له، وشوط محصور مفتوح محلي ومهجن، واللي مركض ماخذ رمز، واللي جاي مركض في الاشواط العاديه وشاف مطيته تاهلت انها تروم تسيل للاشواط. فالشوط الله يعين المشاركين الشوط صراحه. والله يعينك كله.
الله يعيني. نعم الواحد بدون الله وين بيوصل؟ يعينك على شو؟ على اي اسم؟ ان شاء الله في الركض وغير الركض. الله يعيني ان شاء الله. خلنا في الركض ما غير الركض الامور غير، لكن هني في الركض اي شو اي بكره في المفتوح. المفتوح لا المبعد ما عندنا المفتوح، عندنا في القعدان المفتوح والبكار الانتاج. الانتاج عندي قعود مروض وفي الانتاج متناهيه. نسال الله التوفيق ان شاء الله. يروض الشوط مروض؟ والله يروض الجعدان؟ والله هو مسماي على سب هالشيء يعني. هو اطلق عليه الاسم هذا على سب هالشيء. ان شاء الله. المركاض له شو سوى؟ المركاض مو بزين، كان قبل الكبرى سابق هني كاسر التيم، وعقب مرض علينا قعود شوي وبدا يتصلح. والله هو حتى يعني ما تصلح التصليح كامل، لكن انا ما احب انه يروح الشوط انا ما عندي شيء فيه. لكن شفت يعني شيء منه ما اعطاني الشيء اللي يخليني اسير واثق في الشوط، لكن يعني طيب تهزر فيه. بس كان هو ما هو في احسن حالاته، لكن لازم ان يصير في الشوط، وهو ما اشتريته وعدلته عشان يصير في شوط غير هالشوط. شاعر خل الحين تصريحات الدبلوماسيه، انت ما بتشارك؟ لا انت ما تشارك في شوط، لا لا تقول بس خله يصير. لا لا يصير على امل ان شاء الله انه يعني اذا بدا يتصلح خليه يتصلح في الشوط هذا. نشتغل على امال. لا ما اكيد بدون امال الانسان وبدون طموح وبدون امال ما شيء. اللي بتصير بتلقاه مني عند هذيلا يقول لك انا حاتم الشوط اني بسير بييبه، شوفني اياه بسير له. بنقول له عطنا السر اللي عندك، السر الالهي هذا. انا واحد يعني ما حد يقدر يحتم في الشوط هذا، لان المستويات كلها متقاربه وكلنا نسبك وكلنا مجهزين. الحلال تقارب مستواه، بخبرك بشيء، والمضمرين تقارب مستواهم وتفرق الحظوظ وجدارة الحلال. انا بخبرك واللي ما عنده حظ تسمع ما اقول لك حالته مو بال مو هو بال مو هو بالزين يعني. الحظ بعد ويا السبوق يعني، ما تري الحظ بدون ما تدفع بالسبوق عندك. زين شو يجيب السبوق على الحظ؟ الحظ حط الحظ بربطهم كلهم وراه. الدنيا كلها حظ، الدنيا كلها حظ، الدنيا حظوظ، الدنيا حظوظ. خذ الحظ وقلص كل شيء فيه بيوصلك. بدون حظ لو تملك مليارات الدنيا، مليارات الارض تملكك وتشتري صبح وعصر، وانت بدون حظ بتشوفون شيء يطيح على الحبل. تشوف عمرك محظوظ؟ الحمد لله انا راضي بحظي اللي الله قسمه لي الحمد لله. لا اموري طيبه دوم ان شاء الله. لا الامور طيبه. شوف الركض سابق مسبوق، اذا ما سبقت اليوم سبق باكر، سبقت اليوم ترى بيسبقونك المركض اللي عقبه. شوف خل فرحتك، خل فرحتك مؤقته، وخل لا عيش اللحظه مؤقته في حاله. لا لحظتها زين مؤقته في لحظتها، لكن بكره ترى بيونك. وخل طال عمرك ولا تخلي يعني انكسارك بعد دائما، خلي هذا انك عامل التجبير للكسر، خله موجود عندك في شنطتك على طول. جبر نفسك وسرع عندهم. اي نعم. والركض هذا حاله من يوم خلقنا ونحن صغار، بعدنا يوم بعدنا عند شيباننا نشوف الركض، ويوم كبرنا واستوت الامور في يدينا وهذا حال الركض. اللي بيقول لك يقدر يسيطر على الركض زين هذا مو صحيح، لكن هذا يسبق. شوف العزب الكبار والعزب الصغار، هذا حظ هذا في المركض هذا. شوف عزبة كبيرة تلقاها تأخذ رمز واحد في المهرجان، يمكن ما تحصل. مركز ثاني تحصل رمزين ثلاث رموز، ترى نفس المدرب ونفس المالك ونفس الحلال ونفس. شوف لكن الحظوظ تفرق. صحيح. تفرق الحظوظ. والركض يعني اليوم أنا أشوف المهرجان هذا دائما يكون من أعتى ومن أقوى المهرجانات، لأن أول شيء عشان وقته توقيع أحسن وقت للركض هذا، المطية تعطيك كل ركض هذا، وبعدين عشان الانحصار الأشواط، وبعدين ما في مسبق، الناس هي كلها عاطين ما في سحورها مروحه الاخره مستاخره عقب الركض. فراي بن حموده قال انا ما ابغى الفحص المسبق، ابغى يرد كل واحد. مارو ما اشتري، قلت له ما تشتري السنه واش؟ قال ما شي فحص. مارو كل واحد وله نظريه وله وجهه نظر، ونحترم طبعا وجهات النظر انظار الناس كلهم، وكل حد مؤيد في كل قرار، حد مؤيد وحد معارض، وتلقى الناس كلهم على راي واحد في الشيء. هو فرعي يمكن هو المنظوره النفسه يعني انه يبغي دائما يحكم مشتراه على المسبق، بعد المسبق بعد ما تظهر النتائج يشتري عشان يشارك. في ناس يقول انا يمكن المسبق هذا يظلمني، ما اعطاني الفرصه اني انا اركض. صح. شوف لان في ناس تشتري مطيه حتى لو ظهرت منشطه، انا بركضها تي الاول وانقبضت. ناس في ناس تشتريها سواء شيوخ ولا شعب، ففي ارزاق هاي بعد لك ولي وللثاني والثالث. ف دائما احنا نقول شيوخنا ما يسوون الا الزين، ما قد سوونا شيء يسوونا زين ونقول هذا ما شيء احسن عنه، عقب يسوونا شيء نطلع احسن. وهذه دائما متعودينها منهم. نشكرك
هلا هلا امين جزاك الله خير. موفق شارته سعيد بن دري الفلاحي، نتمنى له التوفيق. كلامه كله كان مميز ويتكلم على الحظ والدنيا، صحيح كلامه واقع وصحيح. الانسان بلاحظ ترى الدنيا حظوظ. لقطات من بعد نستكمل معكم بقيه اللقاءات. نتواصل معكم مشاهدين الكرام. اليوم عندنا يمكن إذا تكلمنا عن الرموز وتكلمنا عن الترشيحات، نشوف الشوط الأول تقريبا من ناحية الجو العام ترشيحات كبيرة وكثيرة على المبروكة. الشوط الثالث الانتاج وكاس الانتاج نفس الطريقة كذلك، ترشيحات كبيرة وتقريبا شوط، نتكلم من ناحية الترشيحات لكن من ينطلق ستار تختلف الأمور، من ناحية الترشيحات نحو متناهية لمحمد بن سالم بن دري الفلاحي. وأنا للأمانة يوم شفت سالم بن دري راعي الشبلة متحثر وقلت أبويا ما بسوي له لقاء، قال بتروعنا، قلنا الريال يا أي ضارب. يا مرحبا يا مرحبا مرحبا أبو خليفة، الله يحييك. كلك هالترشيح على المتناهية ضغط والله، الله يعين. الترشيح العرب طال عمركم ما يرشحون غير الطيب، والركاب بعد اللي في الشوط طيبات، واحنا طال عمرك نحترم الخصوم كلهم، كلهم عندهم سبق، لكن طال عمرك الناقه بارك فيها ما اخذها رمز ومركضها طيب، وما احنا من عقب المركض هذا لكن الناقه ما اركضت، ما نعرف اذا الناقه في مستواها ان شاء الله بتأدي اداء طيب، وإذا شيء قريب على مستواها بينافس، سوى السبق عند الله، يمكن تنسبق يمكن تسبق، ما حد يضمن مطية أبو خليفة. ترشيحات نحوها القريب أنت تشوفه ممكن نوعا ما بعض الأسماء أنت حاطنها في بالك؟ لا، في بكرات سبق، في بكرات سبق، في بكرة راشد بن الزفن سبوق، في بكرة المنصوري سبوق، وفي بكرات وايد يعني في الأشواط، في بكرات عند برغدير سبق، في بكرات عند بن غزول سبق، هذه لا كلها يعني سابقات، اللي سابقه في السعوديه واللي سابقه هني واللي سابقه في ميادين نعرف يعني نعرف عنهن، لكن نصيب عند الله سبحانه. تراها لها طريقه في الركض عجيبه ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك فيها ان شاء الله ويتاقي عليها. لكن تعرف المطيه طال عمرك اذا كانت في يومها تشوف منها طال عمرك اثاره، تشوف منها ركض، تشوف منها، نتمنى ان شاء الله انها تكون في يومها اليوم، هذه نتمناه. شفت الصبح قبل ما تظهر من العزبة؟ تبى الصدق ولا؟ نعم الصدق. أنا ما شفته من البارح. ما شفته من البارح؟ من البارح. خلنا نشوف الشوط معك، شو رأيك؟ وين؟ خلاص الحين انطلاقة، شيخ وصلوا. وصلوا؟ نعم. والله ما شفته أنا. عيال أحسن أبوي عذرك ونقول لك دعت الله. الله يعوضك. إن شاء الله ليك منومسين لك. إن شاء الله الله يجزيك خير. مرحبا. أنا أتفائل بك على فكرة. الله يطول عمرك. ونحن نشوفك نتفائل بعد. الله يطول عمرك. راعي الشبلة سالم الدري الفلاحي راعي متناهية. نتمنى أن نراه كذلك أولا مع أيضا الوصول إلى خط النهاية بعد انتهاء الشوط الثالث، شوط الرمز للأبكار الإنتاج. نذهب لانطلاقة الأشواط أو نذهب للأستاذ عبد الرحمن أمين والتعليق والترحيب بضيوف هذا المهرجان.